وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان شحنة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي استخدمتها قوات التحالف الدولي إلى قواعدها في شمال وشرق سوريا. في الأثناء يستمر خروج الفارين ممن تبقوا ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي شرق الفرات. بالرغم من قرار الإدارة الأمريكية سحب قواتها من سوريا، ما تزال مناطق شمال وشرق البلاد تزدحم فيها أرتال الشاحنات التي تحمل التعزيزات والمعدات العسكرية واللوجستية والأسلحة لقوات التحالف الدولي المنتشرة في المنطقة. المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق دخول شحنة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي استخدمتها قوات التحالف إلى قواعدها في المنطقة، حيث دخلت عبر الحدود قادمة من إقليم كردستان أكثر من 60 شاحنة متجهة إلى قواعد التحالف بريف الحسكة الجنوبي، ليرتفع إلى 130 على الأقل عدد الشاحنات التي دخلت المنطقة خلال أقل من 48 ساعة. من جهة أخرى، تستمر عمليات خروج الفارين من الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي نحو المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. المرصد السوري وثق خلال الساعات الأخيرة خروج نحو 75 شخصا، بينهم عائلتان تركية وغربية، بالإضافة إلى عدد من عناصر التنظيم الإرهابي الذين سلموا أنفسهم لقسد، حيث تم نقلهم لمناطق بعيدة عن خطوط التماس مع داعش. وبهذه الدفعة الجديدة ارتفع إلى أكثر من 36,550 شخصا عدد الفارين من جيب داعش الأخير شرق الفرات منذ الأول من كانون الأول ديسمبر، بينهم أكثر من 3,400 إرهابيا من التنظيم، معظمهم من الجنسية العراقية. إلى ذلك، تشهد المنطقة تراجعا في وتيرة العمليات العسكرية من جانب قسد وقوات التحالف لإفساح المجال أمام خروج المزيد من العالقين في جيب التنظيم والراغبين في الاستسلام من عناصره، بالتزامن مع محاولات للتفاوض من قبل داعش على مصير بعض القادة والعناصر المتبقين والذين ترفض قسد أي خيار ثالث لهم يتجاوز تسليم أنفسهم أو القضاء عليهم. مرحبا بكم من جديد، وللنقاش في هذا المحور ينضم إلينا من أربيل اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي، خبير عسكري. حضرة اللواء، أهلا ومرحبا بكم على شاشة اليوم. بدأ الحديث يدور على أن كل المناطق أو بضع الكيلومترات المتبقية لداعش في شرق الفرات باتت مرصودة ناريا، في حين شن التنظيم بالأمس هجوما على مواقع لقوات النظام في الصحراء السورية. كيف تقرؤون هذه التطورات الميدانية؟ مساء الخير. الحقيقة التنظيم يحاول أن يقوم بعملية تسلل والتملص من هذا الجيب، حيث أنه يستطيع العبور نهر الفرات غربا باتجاه بادية السخنة، وهذه العملية يحاول التنظيم أن يقوم بها في ظل وجود هجوم من قبل قسد على آخر ما تبقى من هذه المساحة والبالغة تقريبا من 1.5 إلى 2 كيلومتر. نعم. في قريتين تحيط بمدينة الباغوز، ولهذا التنظيم يحاول إخراج عناصره وقياداته المتبقية، وهذا تكتيك اتبعه التنظيم منذ معارك الموصل وفي الأنبار، دائما ما يخرج قياداته إلى مناطق آمنة، وهذه القيادات قد تكون مهمة وقد يكون زعيم التنظيم من بينهم، ولهذا قوات قسد والتحالف الدولي يرفض خروج هؤلاء والتفاوض معهم بدون الاستسلام أو القتال. طيب، على الرغم من تجديد ترامب تصريحه بضرورة الانسحاب من سوريا، حضرة اللواء، المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن ازدحام المناطق الخاضعة لحماية قوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة والمعدات المرسلة من قبل التحالف الدولي. فقط خلال 48 ساعة دخلت 60 شاحنة. في أي سياق تأتي هذه التعزيزات؟ هذه التعزيزات مستمرة منذ فترة طويلة، وهناك طريق استراتيجي يربط ما بين الأراضي العراقية في إقليم كردستان والشمال السوري، وهناك هذا الطريق الاستراتيجي هو للدعم اللوجستي وإرسال الأسلحة والمعدات إلى القوات الكردية. هناك الكثير من الأرتال بشكل شبه يومي، ولهذا لأن هذه القوات المحلية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في مقاتلة تنظيم داعش
على الأرض فعليا قد حققت نجاحات كبيرة، هذه حقيقة يجب أن لا نخفلها. واليوم هي تقاتل في دير الزور، وهذه المناطق اليوم تشهد آخر مراحل الوجود العسكري لتنظيم داعش. الدعم اللوجستي الأمريكي مستمر، وهناك أيضا تلكؤ وتباطؤ أمريكي فيما يخص المنطقة الآمنة لاحتواء الاندفاع التركي، وهذا تناقض في المواقف الأمريكية، هذه حقيقة يجب أن نفهمها. هي تريد من جهة أن تطمئن الأتراك في هذا الموضوع، ومن جهة أخرى هي ترسل التعزيزات والأرتال العسكرية إلى هذه المنطقة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية الهدف الرئيسي هو مقاتلة داعش، ولكن تحولت الأهداف فيما بعد إلى احتواء إيران وإلى احتواء التمدد الإيراني في هذه المنطقة. لا أعتقد هناك انسحاب أمريكي سوف يكون سريعا، وأعتقد أن ترامب سيعيد النظر في هذا الموضوع، قد يعيد النظر في توقيتات الانسحاب أو في آلية الانسحاب. طيب، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كانت قد حذرت أنه خلال فترة ما بين 6 شهور إلى 12 شهر هناك إمكانية لعودة تنظيم داعش الإرهابي. هل المعطيات الميدانية تشبه ذلك سيد ماجد؟ هذه حقيقة موجودة، وإحنا نتكلم فوق معطيات، والمعطيات هي تشير. وأنا يوم أمس كان عندي لقاء في أحد القنوات وذكرت هذا، وتطابق ما قلته مع التقارير الاستخبارات الفرنسية وحتى الأمريكية. وحندا عند استجواب رؤساء الاستخبارات الأمريكية في الكونغرس قبل أيام، هناك 3,000 من مقاتلي هذا التنظيم هم نشطين، وهناك 10,000 خاملين أو ما يشكلون الخلايا النائمة. في العراق هناك ما بين 2000 إلى 2500 مقاتل نشط يتوزع على الجغرافيا العراقية من شمال ديالى وصولا إلى جنوب كركوك وإلى البادية الغربية وجنوب الموصل وإلى الحدود، وهناك ما يدعمهم بحدود 8,000 مقاتل غير نشط، يعني خامل، يعني يشكل خلايا نائمة. إذن ما ذهبت إليه الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الفرنسية وبعض الاستخبارات الغربية، هناك ما تبقى من تنظيم داعش من 20,000 إلى 30,000 لا زالوا في سوريا والعراق. هاي نقطة، هاي النقطة المهمة التي أثارت قلق الغرب وأمريكا. حتى في العراق هناك قلق، وحتى في سوريا هناك قلق، ولا ننسى أيضا الصراعات الداخلية، الحرب السورية، الصراع الأمريكي الإيراني قد يحيد عن الأهداف التي تسعى إلى أو لتحقيقها، أهداف الحرب على الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية. هذه كلها عوامل، أضافة إلى عوامل موضوعية موجودة عند التنظيم، هو يمتلك الأموال. كان التنظيم لديه الأسبقية الأولى في الاحتواء حيازته للأموال. اليوم التنظيم أيضا يمتلك الأموال رغم تجفيف بعض المصادر تمويله، ولكن يمتلك الأموال التي يستطع بموجبها من القيام بعمليات والتحول إلى حرب عصابات قد تؤثر على الوضع الأمني في العراق وفي سوريا، وتحديدا في المناطق المحررة، وما شاهدنا في منبج وفي الشدادي وفي أماكن أخرى وفي العراق هي بداية لتحول هذا التنظيم من استراتيجية النواة الصلبة العسكرية إلى التنظيم السري. نعم. طيب، أبرز الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الفرضية، فرضية منع ظهور التنظيم مجددا سيد ماجد، البعض يتحدث عن إمكانية وجود قواعد ثابتة أو وجوب وجود قواعد ثابتة للتحالف الدولي في سوريا، ما رأيكم؟ الحقيقة لاحظ، يعني نحن اليوم يعني بصدد القضاء على الوجود العسكري لتنظيم داعش، ولكن لا زال الإرهاب مستمر، ولا زالت هناك جهود للقضاء على الإرهاب. الإرهاب بمعناه الواسع، أنه لا يمكن فقط القيام بالقضاء على الإرهاب بواسطة البندقية أو المدفع، أي بواسطة المقاربة العسكرية أو الاستراتيجية العسكرية أو الاستراتيجية الأمنية، وإخفال مقاربات أخرى منها فكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية.
لا زالت الأسباب موجودة، ولهذا التنظيم يخشى أن يبرز من جديد الأسباب التي ذكرتها في بداية كلامي، وهو الحرب السورية لا زالت مستمرة، الصراعات في العراق السياسية لا زالت مستمرة، الصراع الأمريكي الإيراني، التدخلات الإقليمية، الفساد، التهميش، كل هذه العوامل لا زالت موجودة على هذه الدول. إن أرادت القضاء على الإرهاب عليها تجنب هذه الأسباب واستنباط دروس المرحلة السابقة، لأن دروس المرحلة السابقة مهمة ويجب وضعها أمام الأعين لكي لا تتكرر ويتكرر معها داعش بتسميات جديدة. نحن أمام مرحلة طويلة من الحرب على الإرهاب. اليوم الصفحة العسكرية انتهت، لا زالت هناك صفحات كثيرة وكبيرة ومعقدة أمام هذه الدول، لأنه اليوم التنظيم لا ينتشر فقط في سوريا والعراق، ينتشر في ليبيا، في المغرب العربي، يعني أقصد في غرب أفريقيا، ينتشر في اليوم في أفغانستان من خلال ما يسمى بولاية الخرساني، ينتشر في اليمن ولو أنه محدودة أعداده، ولهذا التنظيم استطاع التوسع من خلال تدوير ما امتلكه من أموال وتهريبه إلى الخارج. شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات. في الحقيقة وصلنا لنهاية الوقت المخصص. اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي خبير عسكري حدثنا من أربيل. إلى هنا نصل إياكم السادة المشاهدين لختام حديث اليوم، شكرا لتكرم المتابعة، إلى اللقاء.